وصباح الخير وصباح النور مشاهدينا، هنا كيف بقيتوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله في العالمين. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اخيرا اخوتي، مولاي السلطان راه جاي، انتم راكم تشوفوا دابا ايوب راه جاي في الطريق، وغنتعرضوا له اخوتي. شنو نتعرض له؟ بحليب التمر ولا بلاش؟ غنتعرضوا بواحد الهراوه بعدا، غنقول له والديك انا البارح دايره بالويد الشحمه ما جيتيش. غير كنضحك اخوتي، غندير له شي حليب التمر، ندير له واحد الوريضات نتعرضوا له زعما كونكواره، حنا توحشناك وبقات بلاصتك في الدار. شكون اللي فيلا بحالي؟ غير قولوا لي اخوتي شكون اللي فيلا بحالي. دابا اي برا جاي في الطريق، واقيلا راه قرب الله اعلم. ولبست اخوتي هاد القفيطين هذا عند اختي نوال، ها انتوما داك الشال هذا، باش قول لهم بغيتي تستقبلي راجلك، انا اختي مستقبلاه، ها انتوما اخوتي ها تنوقف تمشي ديروا التمر وتشوفوا كي داير. مبرد عرفتو، غزال ديال الخيط، غزال واعرين واعرين بزاف، مازال اللوينات ديالهم عند اختي نوال اختارت هاد اللون هذا، وكاين الازرق كاين الموف كاين الاخضر كاين اللوينات كاملين تبارك الله، واعرين ومبردين بالطرز هنا وهنا وبالصفة عادية في الوسط، غزال غزال اخوتي غزال. المهم خليكم معنا ان شاء الله بما جا السي ايوب ان شاء الله نتعرضوا له، وتحية كاع المتابعين، وكنشكركم اخوتي حيت كتسولوا فينا، وكنشكركم حيت يعني اللي حاضرين معنا والمحبة ديالكم لينا، كنشكركم بزاف اخوتي. وتحية للمشاهدين، حقا واقيلا ولا نتعرض له قريب التمر بنويد الشحمة واتاي. احسن حاجة واقيلا. تحية للمشاهدين، كنبغيكم ويا احلى عائلة فجوية. خوتي غندير واحد استقبال ايوب، ما كاينش خوف في العالم، واخا تبغي تحاولي تفكري دير بحال الاستقبال ما تلقايش، وفكري دير الاستقبال كيما غنستقبل به على راجلي، وتشوف اختي الفرحة والسرور اخوتي غادي تكون في وجهه. عرفتي غنستقبلو باحسن حاجة، هو من الويد الشحمة انتما شوفوا، ها انتما شوفوا ذاك من الويد الشحمة غنحطولو هنا في الجنيب، وغندير واحد كويزه لاتاي ها هو اتاي خوتي راه كاين داكشي، شوف ساهل ما كتطلبش انا شي مجهود ولا، ويلا بغيتي زعما ديري شي جيبي شي مبخره ديري شويه البخور وديه له باش العين باش العين ما تشد فيه باش ما بقاش خوتي يخوي لك الدار. لا لا اختي لا ما بانيش بوفاء يا حمزه، شي حاجه دايره في داك البخور يا حمزه. اختي وفاء تقر لينا شنو دايره اخوتي في داك البخور، باقي انا دايره نحبس واخا هذا خوتي البخور اللي قالها يقول واخا اللي قالتها وفاء يقول واخا هذا خوتي البخور ديال الحج. ها كاس دات هاي وها الملوي، احسن استقبال والله الا احسن استقبال، عرفتي استقبال ملكي. عرفتي يا البنات غير سبعوا الطريقه هذه ما عرفتي رجالكم شوفوا الشيء ولا كيبغي يشوفوا الشيء ولا كيحماق عليها ديروها له وردوا عليا الخبر. يعني عندك اخوتي الا كانت الدجاج بالدغميره ولا كي غدير تسقيبي قولوا لي ها طيب ديال الدجاج بحال هكاك واحد الدغيمه يا شويه ديال المرقه واحد البرقوقه شويه ديال اللحم وحطيها له قول ها انت مرحبا بك قول هذا استقبال ديال لامود والله العظيم. هذا استقبال ديال الدجاج كي مطوره تما كتجيب حليب التمر داز داكشي في الحبس ما بقاتكش تصبي خوتي دير باسينا دابا رجعنا الجديد هادي موضه دابا جديد واحد المبخره خوتي عند الله اقرب عند الرجل طريق كرشو هذاك اقرب طريق معدة قلب الرجل هي معدته معدته لا حنا كندقوا دابا هي معدته حنا نشوفوا نعمروا المعده باش عاد نعطينا القلب ما يمكنش نعطيك القلب ما تعمري المعده لا والله ما نشوفك نقول لك كل فيه جو يقول لك كنبغي لا 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 اخوتي لا ها انتم اخوتي ها المليويات الشحمه عرفتيهم كرملها وشوفوا شوفوا ها انتم ها عرفتي كلينا والله الا بردنا الغدا عيد عرفتي والله العظيم الا كنا عاشقينها والله واخا كنديرها انا البنات في الدار ماشي بحال فاش كيديرها شي حد وكتجي كتاكليها صح كتجي زوينه كتجي زوينه والله العظيم شويه ديال الورد يلا شويه ديال الورد وغندير واحد المبخره صغيره هنا يا سيدي ونتعرضوا للطيبه وهو جاي في الطريق تعرضوا الله فعلا تبتا زعما تبتا طيح وسطر نخرو اختي بعدا حنا نخرو حنا الاولى بعدا نتا خوتي هانتوما نخرو شوفو 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 اه احنا زعما كتفكر اي بحال حنا الاولين بعدا اختي انت اختي خلاق من كاين سهلة اختي سهلة اختي هاك اختي انا اختي الله يسهل عليك اختي المشاهدين شنو شمو عليك هانتوما المشاهدين هانتوما شميت الريحة هانتوما ريحة زوينة عرفتي واحد الريحة في الناي البنات ديال الحج الفرق ديال الحج يا سلام ما كاينش احسن من ريحة الحج اخوتي الله يرزقك الله ما شاء الله هاي الطبيلة ديالنا اخوتي الطبيلة صينية اه صينية استقبال ملكي اسطوري خيالي استقبال ملكي اسطوري خيالي خيالي 100% انت خاتي جوبي جوبي امين اخوتي امين امين نديرو نستقبلو اخوتي مع الدخلة زعما بخر غير راسه ما بقاش رديح يجي لعندي مشى ايوب ما بقاش وفاء بخر جرى الصلاه السلام على رسول الله الى جاي الى سيدنا محمد الله مع الجلال علي اخوتي مولاي السلطان عاد جا على سلامتك فرحانه وما قادة فرحه يا اخوتي ما نقولكوش ايوا اخوتي بغياتكم اختي ايوا السي ايوب هاي 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 استقبال يا ايوب
يا واش شوف اش مجدك وفاء في الصينيه الاستقبال ديال اللي دام قول قول مفاجاه شنو مجده هاي السلام عليكم متابعين ديالنا راني عرفتي مريض بحال الجهاز انت بخير بخروك اخويا شويه ملي مريض باش تبرع سلام لاباس بخير انا اخويا خليتي بلاصتك والله اخويا راه خليتي بلاصتك درجه خاويه والله العظيم كيداير الله يعافيك بخير كيداير مع صحيحه لاباس بخير كيف بقيتي صحه لاباس اسامه تتسلمش انت عني قالني 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 هي 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 هو وفاء درت لك ايوب هنا حبس واخا مرضي اللي قلتيها باش باش تقول واخا شنو اللي قلت انا ولا اللي قالت لك باش ما تعاودش تخرج من الدار اجي تغسل ليه تاكل اجي تاكل معاك لا 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 زيد ما خايف ولا لا اجي خويا شكون مول الفكره شمشم مزيان شم شم شنو قلت لك شم قلت والله والله ما خشيت في اليوتيوب لا ما كاين اول اول واحد ما دايرش يا خوتي فكرني واحد ما بعيد الحب النهار ديال عيد الحب ايوب الناس كيديروا الشوكولات وكيديروا انا درت له نهار عيد الحب درت لهم الويل الشحمه عقلت هذاك الفيديو وجبت لهم انا يا خوتي انا درت لهم الويل الشحمه هذاك هو الحب ديالنا انا وايوب وفاء يا الويل الشحمه حتى ليه دوك الدراري سير اجي حطو لك الهيت تاكل واقيلا الهيت يلا يلا زيد 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 الهيت ها هو بدا كيقرب فيه قلت لكم غادي يمشي لي غيمشي زيدوا تبعوني بدات يقرب فيها الخوت البلاصه اختي عندك هادشي هذا وفاء ورينا ورينا اختي الفقيه اختي أيوه. انا عندي الدقه صحيحه اختي هي مشيتي ليه شوف شوف تطبقني كاع كي غادي تسناني عاود تسناني عاود تسناني راه ما بغيناش نسخنوا هادشي بزاف عرفت كي يكون ما تبغيش سخون انا عارفه ما غاديش تبغي سخون صراحه لا ايوب عرفتي عنده واحد سميت واحد ما كي كيقولها شي حاجه كبيره في الدار وحق الله العظيم عطيو يعني الحيويه والنشاط حتى حمزه ما نساش خويا حمزه راه حتى هو اللي نقص فيهم راه كتبقى بلاصتو كبيره والله العظيم اخواتي تيولف في هذيك الجمعيه والعائله كامله مجموعه كتشتي بزاف مع اتاي هاي 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 شي زوين سكر هذا ماشي سكر ماشي سكر حلوه كتشرب لها اتاي وكلاها توا فاء باقي فوالا طيب اتاي زوين والله طيب هذا الشطبه هانتوما هذا الشط شي شامي كليت منو ويلي وين كملهم صلاه على الجوج ويلي ويلي جاني الجوع نجيبوه والله العظيم ساعه ساعه قلت راه ماشي مشكل كي انا كي هي لا ما انا كي هي لا ماشي مشكل انا كي هذيك المخله ديال اخويا باقي جوي ندير يا بصحه والراحه سيدي فادي فهمت اخواعد زبيونه يا كي والله لا واعر عرفتي معلكه غزاله 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 يا مرحبا بك اسيدي الدار الله يحفظك بخير ونجوم زريجه جع 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 شتي دايره من الويب الشحمه وما شنو جايبتي وفاء لا تو مسكت تفكرني ولا ني خلفي تنصا قلت لا انا شي واعر ما ذقو خطير واعر ولا رفن جديد جديد وما حلوش بزاف اش تعجبني انا تسكت على الهواء قدرني اما الحاجه اللي كتكون مديك نفس السكه كتجي زوينه تعمل ما عرفتش من جيتي قلتي الله درت انا هكا تخرجت حتى نقول شكون اللي موراي شميت الريحه ديال الفلفله هذه الريحه الفلفله هي الريحه ديال المجهده زوينه زوينه الفلفله ديال فين مشيت خرجت لي واحد الحبوبه هنا شعيريه شعيريه شنو ندير لها باش تحيد قنطقني كيما كنتي كتدير ليا كيما كنتي كتدير ليا الرواح 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 باش بغيتي نقول كنت كنشهق نيتس والله الا توحشنا نجيوم 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 كاملين نجيوم الطريقة كلنا كنا المشاهدين كلشي توحشكم والله الا غبرتي انت زيانيتي يا خويا انت انا توحشتكم عافية زيانيتي جاي معاك الابيض يبقى ديما يغبر باش يزين لا لا خيابيتي شكون متفق معايا هذه احسن اكلة تقدر تاكلها في الصيف واخا ورقة لا هذه ما حسبوش مع المرقويات المرقويات الصيفيات يعني فهمتي يعني كتاكلها مبرده وزوينه مع قطع فريت اما داك الشيء ديال الطاجين ما كاينش اللي قد عليه صراحه الطاجين الطاجين كان عندي طاجين زوين علاش لا قاصح الطاجين صعيب مع الحراره والله الا احسن حاجه درتوها انكم عيطتوا داك
احسن حاجه درتي واحد داك الكرياج اللي كاين هنا كان مشود دعواه هنا كاع مرحبا السيد ربك الخير عندما تشوف الجديد من الفران تفركع تشك ماشي تفركع تشك مالو هيا خصيت تفعجيلو العواد لا عارف راه الشعل الوالدان تعطيه السخونيات تسخن كاع خديجه كانت تجمع كاع داكشي دابا قرات انا داكشي وشعلتو النيت اه شي مره تديرتها هذوك ترى تعاود ديال بايكو خطار هذوك طرت خفوسطو صافي حنا تقربيها خطيو ايوه وضربتو بالعاله انا والله لا برافو عليك عاد كرطو راني عاد بغيت نخويا داك الشيء جوج خلاص الدجاج راه تجمعنا بحال هكا مابقاش نتمنى تبقاي شي بيضه ولا ولا والو عندك السائح الدار واش كتغبر واحد المده كتجي كتجي عندك السائح ايوا كطيب الخبز ياك قلتو كتعرفوا طيب الخبز الدجاج وي مرحبا بك اسيدي مرحبا بك دار دارك اسيدي دار دار هادي درتو هي ماشي حلفه باش كتغزل لهم معني هي هادي برافو عليكم نعم عندكم دجاج عندكم كلاب البيض اللي كانت تبدل هنا لا سمح الله لا هادشي عندكم زوين صراحه صراحه ليله سيدي كنحسبوها 50000 ريال ليله كيفاش؟ ليله بيتك مع الدجاج 50000 ريال ليله ماشي مغربي كيفاش؟ 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 دارنا هادي دارنا هادي انا والدوار بيبي 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 كيجاوب بيبي وا بيبي بيبي والله ما كرهت نتكسل بحال هذا حق الله العظيم واو 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 قط والله ما كرهت بحال ديك الزعلوله اييه كتشوفها في الافلام تكون ديري واحد الشجره من واحد الشجره من الشجره من هنا شوف فين جالسه عرفتي عرفتي ديك اللعبه الشجره من هنا الشجره من هنا ديك واحد اللعبه اوكي شي واحد كيدير لك شوف شوف العنيدات واش كتغبر اخوتي واحد مينو واش كتغبر اخوتي واحد المده قلت لكم اخوتي واش كتغبر واحد المده وكتجي للدار عطيك خويا كي حلوك كتكون الصباح كلشي عيد تقلب عليا كيديروا ميزاجو غير تنعس وتفيق كتولي واحد من الدار صافي داك الطرحيب وداك الشيء ما تيبقاش ديك المعزه كطير لا انت طولتي راه غير فور الغدا صافي ارحبنا بك في الغدا جيب الشاتكو اجي جيب الشاتكو اجي القاعده فيه كيخرج بالحفه و تيقعيط لي ماما ماما تبغى لي وقال نمشي نهزو ما فهمتش انا مشى جيب مشيت مرحبا بك السي مرحبا مرحبا عجبك هنا سيدي ناخذ لك شي ارض هنا ايوا ان شاء الله ان شاء الله انا عندي واحد البلاد هنا عجيتكم ايه بصح واحد 140 متر وما فيهاش الماء واحد في 140 متر اما 100 ما كايناش ايوا شتي خوتي باش كنبغي ندير لا مارش راه كنجي من لهنا كنضرب الصوره لهيه وكنمشي كنهبط في هادو كنطلع كنهبط عرفت وافا ضعفت وافا شويه والله الا كنهبط هنا وكنطلع كنهبط وكنطلع غادا اليوم ما درتش حيت جا السي ايوب اليوم منك الحصه جا واحد الشخصيه مهمه شخصيه مهمه منك الحصه اليوم اخوتي ما راني كنخصني نطلع انا ضرب نطلع انا والله كنديرها كبيره كيكون دابا راني رجعت مزيان هاد البلاصه اللي كانت شويه هنا وكرصه جمعتوها حيدنا حيدنا زوينه دابا ما هادشي عندكم زوين الحاجه تبارك الله عليكم هادشي عندكم زوين عندنا بحال اللي راه زعما سياحه مرة جيت غير نشوفكم وغنمشي سمعتي جيت غير نشوفكم وغنمشي فين نمشي بحالي نرجع بحالي نمشيو معاك ان شاء الله كيسالوني موالي الدار عاوتاني ياك اخويا ايوا سيدي ما عرفنا كتسالني واحد البيت صغيرة لا على برا فهمتي ما بغيت تسالني واحد البيت كبيرة هنا في المغرب ايوا هذاك الشيء اللي قالوا لي اجي اطلق مني هي اطلق مني بعد مني ما بقاش الواحد يضحك معايا ما تضحكش اخويا ما يضحك ما اي حد اطلق مني اطلق مني تهز واش انا مسال اطلق مني اطلق راه غادي تخسر ونخسر يلا سير الفضح ما نضحك الباسل راح شفت شوفونا مشات انه ايوب هاد البساله اللي ما عندناش معاها الله يرحم الوالدين ان شاء
تنسمع الباب كيتحل ديال الديب فوق ديال الحاجه كيخرج الموطور. ها اول مره تسمع الديب فوق هذا هو الصوت ديال الحله ديال الديب اللي كان شحال ديك كتسمعوا مورا غتسمع الموطور ديك درن ديما هذه لقيتها دايما دايما هذه هي لقيتها خاطي داش دات الدجاجه دات قاصه قال لك دا الولد سيري خرجي مع راجلك ركبوا الموطور شويه ها شوف 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 فيك تسات دابا اللي بغيتي ديري على خديت تلقى تمشي يذهبي بقى انت طليقه ها هذه الاختي بغيتي عمرها دابا لمن المراه باش تولد عليها بصح هكا كتكون تي عمرها بالعشرين باش عمرها دير عشوقه هذه ودي تعرف غادي وحدها هذه اللي دجاجه هذا غادي وحدها هذه داكشي جاني ما نعرف كانت تدور الناس زمان انا ما كانت النيه غير النيه سبحان الله ديك شي كلشي كانت بالنيه سبحان الله ياك اختي تقدري تقولي لنا على هذه القضيه اللي كانوا كيديروا شحال هذه على فكره الكاميرا قدام يلاه ما جالها بنت اليوم زاد ايوا دينا عندك باش تحركي لها الكسدات تلقى الراس من يلاه هضري هضري عيتي ما تطيري عيتي ما ديري بدا تخرج العقيم انا قلت السلام في هذا الفيديو ولا لا اي اي ما قلتش قيل السلام في هذا الفيديو والله ما عرفت ما عرفت حتى انا قلت يا واحد السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي ودابا جاب يديك هضره ليكم كاملين والله يسهل اموركم والله درجتكم الله يستركم ويجيكم من كل افات والله يفرحكم بوليداتكم ويسعدكم مع ازواجكم يا ربي امين وشكرا لكم شي برجليها عندها الريش زوينه والنصائح ديالكم شكرا عندها الريش في رجليها شكرا بزاف ما كيتهرش هو ما كيتهروش ما كيتهروش اختي نسا كنت تمشي في ربي دايما ديك الرجيلات و تيستحملوا الشوك والماء والغيص واش من كتر والبرد هما راه عندهم عاوتاني كاين رجلين ديال الزوز بحال هادي واخا كيحطوا فوق السلوكه ديال الضو ما كيضربهمش الضو اه شفت رجليهم ما كيوصلوش الضو الرجليه ديالي بحال هكا سبحان الله العظيم ندير بلاصتها ديال لا مينيكير بيديكور راه كمل ليا بهذا الشيء والله الا شاد الطفيره تدق الدوبله قعدت خالتي كوجات ولقات لي قالوا لي قاد لهم الطفيرات مصاوبين يجيو هكا على مزيناتهم الله يربي واحد ندير غمض غمض ندير هكا شتي شتي هذاك حبوب بس مزيان حيد الكراسه بغات تخرج انا بغات تخرج غتخرج شتي واحد الجو اخوتي زوين صراحه سيتو في هذه العشيه هذه ما بارد ما سخون واحد الهواء يا سلام فين فين مشى؟ مشى لك في العيال كذا عندك يمشي يخرج لابسه ليه فين؟ يا صاحبي ايوا اخوتي شكرا لكم بزاف الله يرحم لكم الوالدين انكم كتسولوا في خوكم ايوب انا رجعت لكم عاوتاني ما كاين غير الروينه والبلبله بغيتو غير الروينه والبلبله انا رجعت ايوا اخوتي شكرا لكم على المشاهده ديالكم على خطيكم با ايوب هو دجا انه هنا كما كتشوفوا اخوتي مازال هو هو مازال هو هو نضراتو بكاسكيتو كلشي هو هو غير دابا ايوب خرجنا لشي عافاك فاصل لحظه يقدر نتبدل ديني خرجنا والله الا عيا نسوق بلاصه والله الا عيا ياك خرج كنت كتدخلي شي بلاصه مابقاوش عندي الجيمنت يا بلاتي قال لك الراجل هاك الراجل كنت كتبغي تطلبي منه شي حاجه كيبقى يجي بس حضري عباد الله يبقى يتعوج واحد براو برتو جرا جيت المحلات اه دخلت وجيت الحوايج خرج وانت مشي نورمال انت مرة كدير راسك ما كتفهموش هما انتما كتفهموا حنا كنفهموا ايوا حنا حتى حنا ما كنفهموا ما كنفهموش بجوج المهم اخويا شكرا لكم على المشاهده ديالكم على خطيكم تحيه لكاع المشاهدين دابا ان شاء الله تشوفوا معايا هذا ايوب هذا براسه ان شاء الله في الفيديوهات تحيه لكم